العدس هي تاكل برتقال. انا مو كافي انك حاطه بنفنوفك المحبه والسلام والحكمه. انا شكو فيكم. طاري تاكلين برتقال اليوم؟ العدس هي تاكل برتقال، فما بخلي شيء بخاطري. اقول نور يكون حامل. لا مو حامل. ليش حامل؟ وليش كذي تقولينها؟ ايش درات يمكن تكونين حامل؟ انا ما ادري وليدي فهيد شنو شاف فيك وخذاك على شنو؟ كل شي فيك يلوع الجد. والله من جمالي ودلالي ورقتي الزايدة. أقول بس 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 رقتي تتعش حتى أكل ما تعرفين تاكلين تلوعين الجب محوي. لا بعدك بعدش أكو فيكم واحدة سنة حتى بالأكل مناشبين قطيعة. عاد أقول تحط على راسها عيوز زين ما هم شمور حقد تزوجت فهد يا معوده في كوت العزيزتي. ها شوف صكيت التليفون من تحاكي احاكي رفيشتي. اشتو هالوي هذا عنده ربع من امته؟ والله عاد عندي كومة رفيجات. ايه؟ بس انتي لو مو مسويه حضر التجول هني في البيت كان شفتي رفيجه داشه ورفيجه طالعه. ليش عيوني اخلي بيتي سمر دحه حق زوير وعوير والمنكسر واللي ما في خير؟ انا مو قافي انك حاطه بنفنوفك المحبه والسلام والحكمه. انا بقول لك شغله، ترى البيت متروس مشاكل، انت ناقصه بعد مشكله جديده. واي كان زين كان بخت فهيد اللي ماخذ مره وحاطها على راسك وعلي هالفقيره حور اللي كلتها. انا بعرف انت ليش كارهتني. انا شو مسويت لك؟ بايقه حلالك. اي بايقه حلالي، هذا مو بيتي حلالي، ثلاجتي والاكل اللي فيها مو حلالي حلالي، قعدت للطين وانت منك لا فايده ولا عايده. شغليني مو تبي مني فايده شغليني. انا عطيتك اوراقي وشقيتيهم بوجهي وان كنت ناسي افكرك. يا حبيبتي لا عيوني، انا اذا كنت ناسي افكرك انت نسيتي سويتي؟ انت مو كفو مو كفو حشيمه حبيبتي. ها نسيتي اللي سويتي؟ انت حبيبتي مثل الارض الصلبوخ ما يثمر فيها الا الحصى. وش فيها الصلبوخ؟ صلبوخه على صلبوخه يا ابني بيت. يا ام بيت انت دفي يلا طسي طسي الدار. يلا يلا روحي دارك. يلا ان شاء الله عمتي. وتاج راسك بعد قسم عليك عمتك ام لسان قطيعه. ما اقول الا مالت عليك يا فهيد، حط على راسها مره ابرك لك ام لسان. سلبوخ على سلبوخ يسوي بيت. انا ارفع راس اشوف مبخره وهذيك تعطر. مستانسين بطلعت هتلر؟ ها ولا تبين الصج مكانها مبين؟ لا حشه والله وجودها كان طاقه سلبيه، الحين في نفس في طاقه ايجابيه. سكتوا على وصولهما. سكتوا تكبست تكبس. يسلمكم. حياكم حياكم حياكم. شرها علي. احد يقط وات احد يقط نون كذي؟ فرحانه بيجتك فرحانه. شرها علي والله قطي عدل طلعتي راسي بروحانه مكسره محروله عمت عين العدو. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. دورتي بيتك مكانك بعد قلبي. تدري شنو سويت لك؟ مسخن يستاهل ريجك الحلو. وانا سويت لك شوربه البروكلي اللي تحبينها. وانتي؟ انا؟ يعني ايش دراني قلت لي بيطلع من الطبيب ما له خلق ياكل شيء؟ والله عاد انا غير، انا شهيتي مفتوحه، اطلع عكس الناس انا، وابيك الحين تقومين تسوي لي مموش ربيان طري.
أنا سويت مويه وشربيان طري وبدون أحد ما يساعدك يلا قومي. طري ها؟ الظاهر تعبتي من أكل المستشفى. إي والله الله يزيد النعمة، أكلهم ماسخ ما في طعم. أي الآن بعد أقوم أسوي لك تقص الصبار اللي تحبينه. يلا زين. يلا معاي. يلا إن شاء الله أعطيك. إن شاء الله. شان هو كذي مستانس لا بالشكل. ها اخواني صار شيء بالبيت بغيابي؟ والله خليتي شو اقول لك، الامور كلها تمام ماشيه مثل الساعه، بس انت اهم شيء لا تشتغلين. كذاب. لا 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 انا قررت اتزوج. وي مبروك. تتزوجين؟ زين منو؟ ليش ما قلتي لي؟ مبروك حبيبتي، الله يوفقك. عشان تعرفين انه وجهي خير عليك. اي والخبر الثاني، ابيكم كلكم تطلعون برا البيت. شمور ايش فيك صاير؟ مو صاير شيء يمه، ابي اتزوج، ابي اخذ راحتي، ابي اقعد ببيتي بروحي، بغير البيت، بغير الاثاث، كيفي بيتي هو بس صك عمري الاربعين بتزوج بعيش حياتي، ايش عندهم قاعدين عندي؟ خلي ياخذون ريايلهم وقشهم ويتوكلون على الله، عندكم مهله اسبوع، يلا دبروا عمركم. شدعوة شمور حبيبتي، نسيتي العيش والملح اللي بيننا، وانت عارفه وضع ريايلنا، يعني خلاص تتخلين تطرديننا؟ شش انت اخر واحده تحكي. يا شمور انتي عارفة وضع حسين صعب علينا، هو يفتح بيت وبعدين اسبوع ما يكفينا. حتى عزيز حافي منتف، وين اسدد اللي عليه؟ حرام عليك، حتى الشغل ما يشتغل. انا شكو فيكم؟ انتم متزوجيني انا ولا متزوجين ريايلكم؟ ريايلكم مسؤولين عنكم، انا ايش علي منكم؟ تشكولي الحال والله. انتي تدرين ان يعقوب مريض شمور، يعني وحالته قاعدة تزيد، اخاف يعني اقول له هالخبر يطيح من طوله. هو فهد، فهد يعني الدين كسر ظهره، يعني القرض للحين ما سدده، وغير السيارة شو نسوي شو نسوي؟ وحسين معاشه ما يكفي حتى لآخر الشهر، يعني وانت عارفة وضع أخوانك صعب إنهم يفتحون بيت. حج بركم تتزوجونهم، طقيناكم على إيدينكم قلناكم تعالوا خذوهم، انتوا تعرفون وضعهم صعب، والله كيفكم عاد تحملوا؟ هو أنا شكو فيكم. يلا حبايبي دبروا عمركم، وهو أسبوع واحد، شوفوا عمركم، شوفوا لكم بيت، شوفوا لكم شقة، وتوكلوا على الله. أنا واحدة بعيش حياتي الصراحة والله. حقك حقك تعيشين حياتك، وأنا أدري الوحدة فينا كذي، لا قررت تتزوج وتعيش حياتها، تبي تشوف حياتها وتبي تعيش في مملكتها الخاصة، بس يعني ما فيها شيء إذا إحنا وإخوانك عشنا معاك، لأن إحنا أصلا ما نقدر نحرك ساكن في هالبيت، القرار والشور لك أنتي. يما أنت هذا من اللي تاخذينه؟ بتعرفتي يا شمور حبيبتي، فكري بالموضوع أكثر، يعني أنت ما ترضين على أخوانك، ترضين يحتاجون حد غيرك؟ أنتوا هذا اللي شاطرين فيه، تصفوا في الحكي. عموما ما كسرتوا خاطري، يلا باي، دبروا عمركم ها، أسبوع مهلتكم.